اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 4 والذي نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، حيث اشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، وباشتراك حاملة المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر تم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، فضلا عن تنفيذ رميات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية. وتأمين سفينة ذات شحنة هامة وممارسة حق الزيارة والتفتيش. الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التي صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر، كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة، فضلا عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح. يأتي التدريب جسر الصداقة 4 في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والروسية وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة. حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق بحري رومانوف أراكادي نائب قائد أسطول البحر الأسود والسفير الروسي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية.